مرحبا بالأصدقاء، سعيدة بوجودي معكم في قناتكم المفضلة حكايات فور سيسترز. أنا براءة، واليوم سأروي لكم قصتي. كنت أعيش مع أمي وأخي الصغير في منزلنا الجميل في الريف. أما والدي فقد انتقل إلى رحمة الله قبل 6 سنوات عندما اكتشفت أمي أنها كانت حاملا بعائد أخي الصغير. كان ذلك الوقت صعبا علينا جميعا، فلقد كان رحيل والدي بشكل مفاجئ صدمة كبيرة. بالرغم من صغر سني حاولت التخفيف من حزن أمي، ولكنها لم تستطع تجاوز الأمر ببساطة، وكان أكثر ما يشغل بالها هو الطفل القادم. براءة، اتصلي بالإسعاف حالا، أشعر أن الطفل سيولد الآن. وبعد عدة ساعات ولدت أمي طفلا جميلا. أمي، إنه جميل جدا، إنه يشبه والدي إلى حد كبير. فرحت أمي بقدوم الطفل الجديد. أخيرا سأجد من ألعب معه ويسليني. أمي، ماذا ستسميه؟ سأسميه عائد. أهلا بك يا عائد في عائلتنا الصغيرة، أنا أختك براءة، وأنا أكبر منك ب7 سنوات يا صغيري. كنت أقضي أجمل اللحظات وأنا ألعب مع أخي الصغير عائد، واستعادت والدتي ابتسامتها الجميلة بقدومه. ولكن بمرور الوقت لاحظت أمرا غريبا بشأن أخي. لقد كان عائد مختلفا، فهو لم يتصرف كبقية الأطفال الذين كانوا بمثل عمره. لم يكن عائد يشبه والدي فقط في شكله، بل أيضا في تصرفاته، ولذلك أحبته أمي أكثر مني. كان لعائد ابتسامة كابتسامة أبي، وحتى عندما كان يغضب كان يجلس في الفناء الخلفي لوحده كما كان يفعل والدي. أحب عائد وكره نفس أصناف الطعام كأبي، وكانت له الاهتمامات ذاتها. أمي، ألا تلاحظين كم أن عائد يشبه أبي في كل شيء؟ أحيانا أشعر أن روح والدي تسكن جسده. بالطبع سيشبه والده، إنه أب وابنه، وأنا سعيدة أنه قد ورث كل صفات أبيه. ولكن على عكس والدتي، فكل ما كان يسعدها كان يثير حيرتي وخوفي. عندما أصبح عائد في 4 من عمره كنا نلعب سويا. ما رأيك أن نصنع سفينة من هذه الأعواد الخشبية يا عائد؟ ولكنني يا براءة أمتلك سفينة خشبية جميلة، إنها في العلية. ماذا تقصد بقولك أنها في العلية؟ هل تعلم أنها مقفلة قبل ولادتك؟ يبدو أن أمي قد فتحتها لك بينما كنت في المدرسة. لا يا براءة، تعالي معي، يجب أن تريها بنفسك. تسللنا إلى غرفة أمي، وقام عائد بأخذ المفتاح خلصة، ثم صعدنا إلى العلية. فتحت الباب، ثم دخلنا إلى هناك. كان المكان مظلما، وكان الغبار يملأه. كنت خائفة جدا، فلقد كان المكان مهجورا منذ زمن. أسرع عائد إلى الداخل دون تردد، ثم أمسك بقطعة قماش كانت تغطي شيئا ما. ساعدته في رفعها، وبمجرد أن أنزلنا الغطاء رأيت سفينة خشبية جميلة، لكنها لم تكن مكتملة. بدأ عائد العبث بها. اتركها يا عائد، إنها ليست لعبة، أنا خائفة أن تقوم بكسرها. ولكنني أريد أن أكمل بناءها، وأنا أعلم كيف أستطيع فعل ذلك. كنت أشاهد أخي ذو 4 سنوات بذهول وهو يجمع القطع الأخيرة من تصميم السفينة المعقد، وفجأة اكتشفت أمي ما كنا نفعله. براءة، عائد، أين أنتما يا أطفال؟ هل أنتما بالأعلى؟ دخلت أمي الغرفة. ماذا تفعلان هنا؟ أمي، لقد أخبرت عائد ألا نلمس هذه السفينة، ولكنه أصر على المجيء إلى العلية. أنا لم أعلم حتى أن هذا الشيء موجود هنا. تقدمت أمي نحو تلك السفينة وحملتها، وهي لا تصدق ما رأته بأم عينيها. من الذي قام بإنهاء مشروع أبيكما الأخير؟ أنا من فعلت هذا يا أمي، هل أنت فخورة بي؟ هل فعلت حقا؟ أنت طفل ذكي وتمتلك نفس موهبة والدك يا صغيري. لقد اعتاد على تمضية الكثير من الوقت هنا، لقد كان يحب صناعة السفن فيما مضى عندما كانت براءة في مثل عمرك يا صغيري. إن هذا المكان يحمل ذكريات كثيرة، أريدكما أن تعيداني بعدم القدوم إلى هنا مجددا، هل هذا مفهوم؟
نزلنا إلى الأسفل، ولكنني كنت أشعر بالذهول مما حصل. كيف علم عائد بوجود تلك الأشياء في العلية بينما لم أكن أعرف عنها شيئاً؟ أمي، ألا تجدين ما حدث غريباً؟ كيف استطاع طفل في مثل عمر عائد أن يكمل صنع سفينة بمثل هذا التعقيد؟ ثم إنك لم تخبريه عن هواية أبي أو عن تلك الأشياء الموجودة في العلية. براءة، أعتقد أن كل ما حصل لم يكن سوى مصادفة، ولكن بمرور الوقت أصبحت الأمور أكثر تعقيداً. بعد عامين وفي أحد الليالي كان الجو عاصفاً، استيقظت والدتي على صوت ضوضاء شديدة تأتي من الخارج. نهضت أمي من سريرها لاستكشاف ما كان يجري، وصدمها ما رأت. ليس لدي الكثير من الوقت، يا رب عفوك. براءة، عائد، هيا، يجب أن نغادر المنزل حالا، هيا أسرعوا. لم نكن نعرف ما يجري وما هو سبب خوف والدتي، ولكننا عندما وصلنا إلى منزل الجيران اكتشفنا السبب. لقد كان هناك إعصار يضرب الحي، وما هي إلا لحظات حتى رأينا الشجرة الضخمة المجاورة لغرفتنا تسقط فوق منزلنا وتدمر السقف الموازي لغرفتي أنا وعائد. لم نستطع العودة إلى المنزل بسبب الدمار الذي حصل. أخذنا غرفة في أحد الفنادق إلى حين انتهاء العاصفة، ولكننا عندما عدنا إلى المنزل صدمنا حجم الدمار الذي أصابه. هذا كثير، إن إعادة المنزل كما كان سيكلفني الكثير من المال، كيف سأتدبر أمري؟ أمي، لا تحزني أرجوك، لابد أن يخرجنا الله من هذا كله. وأعدك أنا وعائد أن نخفف من مصروفنا، لن يكون هناك شيبس أو مثلجات أو حلوى من الآن فصاعدا. لا تقلقوا يا أحبائي، سنكون بمشيئة الله بأفضل حال. ولكن فجأة انطلق عائد نحو المنزل المدمر. عائد، عد إلى هنا، المكان خطر هناك، هيا يا صغيري، عد حالا. لكن عائد كان سريعا، وبسبب صغر حجمه استطاع المرور من خلال فتحة صغيرة واختفى داخل أنقاض المنزل. بدأت أمي بالبكاء الشديد خوفا على عائد، وبعد لحظات خرج عائد وهو يحمل كيسا. لقد أرعبتني يا عائد، لا تفعل هذا بي مجددا، ولكن ما هذا؟ فتحت أمي الكيس وفوجئت بوجود مبلغ كبير من المال بداخله. من أين حصلت عليه يا صغيري؟ وأين وجدته؟ ألم تعلمي أن أبي قد ترك لنا هذا المال؟ لقد خبأه لنا لنستخدمه وقت الحاجة. ماذا؟ والدك؟ ولكن كيف؟ وهنا تذكرت أمي آخر كلمات والدي. رباب حبيبتي، إن لم أتمكن من العودة اصمدي، كوني قوية، ابحثي في المنزل وستجدين كل ما تحتاجينه مخبأ فيه. هل يمكن أن يكون هذا حقيقيا؟ أخذت أمي المال وقامت بإعادة بناء المنزل، واحتفظت بالمال الباقي في البنك. أمي، كيف مات أبي؟ أنت لم تخبريني أبدا، وأنا لا أتذكر ما حدث في ذلك اليوم. أنا لا أحب أن أتذكر ما حصل، ولكنكم أبناؤه وعليكم أن تسمعوا قصة رحيله، فهو بطل وشجاع، وعليكم أن تفخروا بكونكم أبناءه. كنت ما تزالين في السابعة من عمرك يا براءة عندما قرر والدك أن نقوم برحلة إلى البرية. ركبنا الحافلة وكان كل شيء يسير كما خططنا له، ولكن حدث ما قلب حياتنا رأسا على عقب. انحرفت الحافلة فجأة عن مسارها وسقطت في النهر، وكان والدك هو البطل في ذلك اليوم. أنقذ معظم الركاب ولكنه لم يستطع النجاة، ومات بعد أن علق في تلك الحافلة التي غاصت إلى الأعماق. لقد أخبرني أنني سأجد كل ما أحتاجه في المنزل، ولكنني لم أكن أعلم شيئا عن المال الذي خبأه. انفجرت أمي بالبكاء وانطلقت إلى غرفتها محاولة إخفاء دموعها عندما سمعت صوت خطوات صغيرة تقترب منها. أمي، هل تبكين حزنا على أبي؟ لا تقلقي، فلقد أخبرني أنه بخير وأخبرني بما حصل معه. إن أبي لم يمت في ذلك اليوم الذي وقع فيه الحادث. وكيف عرفت ذلك يا صغيري؟ إن الشرطة لم تجد والدي في الحافلة عندما رفعتها من أعماق النهر،
وذلك لأن المياه قد حملت جسده إلى جزيرة بعيدة، وعندما وجده السكان حاولوا إنقاذه، ولكنه كان مصابا بشدة وفارق الحياة، فقاموا بدفنه على تلك الجزيرة. إن والدي يرقد بسلام يا أمي، ليس علينا أن نقلق بشأنه، إنه معنا طوال الوقت. إنك حقا تشبهه في كل شيء. ذهبنا إلى تلك الجزيرة وبحثنا عن قبر والدي حتى وجدناه. قرأنا الفاتحة على روحه الطاهرة ودعونا له بالرحمة والجنان. أبي، إن عائلتك أمانة في رقبتي، لا تقلق عليهم، فهم في أيد أمينة.